الصحفيين. أهلا بك أستاذ عبد المحسن. أهلا بحضرتك، أهلا أهلا بيك، بك. وتعازينا كل المصريين في المصاب الجلل الذي ألم بنا جميعا اليوم. ربما لابد أن تعلق بداية على هذا الخبر العاجل. الرئاسة تدين بأشد العبارات وتقول إنه لن يمر دون عقاب رادع. شوف، ما تعودنا من الرئيس السيسي على المصداقية. أنا هعقب بس على الجزء الثاني. تفضل. أنا متأكد من إنه طبعا الإدانة دي أمر طبيعي جدا. أنا متأكد من صدق بيان الرئاسة لما بتقول إنه لن يمر دون عقاب رادع. أنا متأكد إنه لن يمر دون عقاب رادع، وإن هو لأن ده منهج الدولة في مقاومتها للإرهاب على مدى الفترات الطويلة. شفنا مصر الحمد لله بتقدر يعني تقتص من الإرهابيين بشكل صارم. شفنا حادث الواحات واللي حصل فيه إيه، وممرش الإرهابيين بسلام، يعني تم القصاص منهم والقبض على مجموعة منهم وقتل العديد منهم. الأمر مؤكد، إن أنا متأكد إن من صدق بيان الرئاسة، وإن فعلا الدولة سوف تنتقم لشهداء اليوم هؤلاء المجموعة من الأبرار اللي هم الأبرياء، اللي هم أكيد فيهم أطفال وفيهم شيوخ وفيهم متوسط الأعمار من كل الفئات. الحقيقة مسجد زي كل مساجد الدنيا بيبقى فيها كل الفئات وكل الأعمار، ناس رايحة آمنة تذهب إلى المصلى في أمان تام، فيفاجئوا بهذا العمل البربري الغادر الخسيس، يعني الحقير، بكل الألفاظ اللي ممكن أن تقال عليه. الحقيقة حتى الألفاظ مش هنقدر نتلاقي ألفاظ نقولها. مئات القتلى، شيء يعني مزعج جدا. لأول مرة تحدث هذه النوعية من القتل البربري، يعني ضد المصريين كلهم وضد أبناء سيناء. وأنا بقول للمصريين النهاردة، يعني أرجوكم بالعكس، لازم نكون أكثر قوة في مواجهة الإرهاب، ما نخضعش وما نيأسش ما نحبطش. بالعكس، أنا شايف أن مصر بتتحرك للأمام، ومش شايف، دي مش تقدير شخصي مني، مصر بتتحرك للأمام على كافة الأصعدة، في نجاحات اقتصادية كبيرة حصلت، في شهادات دولية موثقة خارجة بتقول ان مصر بتسير على الطريق الصحيح اقتصاديا، في نجاح دولي بارز على في السياسة الخارجية المصرية. النهاردة مصر بدأت يعني اشوف اللي بيحصل في دول العالم المختلفة، من فرنسا لقبرص للتحالف الثلاثي حتى لبنان النهاردة، والدور المصري اللي لعبته مصر بشكل كبير جدا في يعني في إزالة كابوس رهيب كان ممكن يدمر المنطقة. نعم. حينما اشتد الخلاف في منطقة الخليج وبين لبنان وحزب الله وسعد الحريري، قامت مصر بدور هايل جدا جدا جدا، لأن ما يعرفش إن السادة المشاهدين، لا أنا بقول والكلام ده مش سر، مصر قامت بدور في منتهى الأهمية وفي منتهى الخطورة في الدور في الأزمة اللبنانية. وكان نتيجة هذا الدور قيام سعد الحريري بمهامه مرة أخرى كرئيس للوزراء بعد أن اقتنعت الأطراف المختلفة بسلامة الرؤية المصرية. مصر عادت قوية أقوى مما كانت عليه من قبل. كل هذا يزعج القتلة، ويزعج يعني تجار الدم، ويزعج المخططات الشيطانية اللي كانت بتحقق الدماغ ضد أنها يعني تقع في بئر الفتنة. نعم. وبئر التفتيت الذي كان مخططا للمنطقة. ده محاولات يائسة أنها تجرنا للخلف. أنا متأكد أن ده مش هيجرنا للخلف أبدا، بالعكس ده لازم يخلينا أكثر. وكأن أستاذ عبد المحسن، وكأن الرصاصة التي لا تقتل ربما، أو الضربة التي لا تقتل إنما تقوي. نعم. منذ دقائق ومنذ صيعات من بداية هذا العمل الإرهابي وعمليات الشجب والإدانة تأتي من كل بقاع الأرض هنا في مصر، من الكنائس أو الكنيسة المصرية ورجال الدين المسيحي في مصر، بالإضافة لمؤسسات دينية كبرى خاصة فيما يخص عملية الفتنة في مصر. أيضا ردود الأفعال تأتي من رئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي، وتصف هذا العمل بالمقزز. الإدارة الأمريكية تقول أنها ستقف بجوار مصر في مواجهة الإرهاب. الصحافة المصرية، وأنت نقيب الصحفيين أستاذ عبد المحسن، الصحافة المصرية كيف تساعد الدولة المصرية في بناء جسر أيضا معها لمحاربة هذا الإرهاب؟ وعندما أتحدث عن الصحافة أتحدث عن الصحافة المكتوبة وحتى في وسائل الإعلام التلفزيون. طبعا هو الصحافة المكتوبة الإلكترونية، نحن خط الدفاع الأول.
ولا بد ان نكون خط الدفاع الاول لمصلحه مصر ولصالح الشعب المصري. دي احنا في مرحله، انا يعني برضو ده مش تصوري، احنا فعلا حقيقي في مرحله حرب، احنا في حاله استثنائيه بتمر بها الدوله، لازم نكون احنا خط الدفاع الاول والخط الامامي للحفاظ على الدوله المصريه لاستئصال شقفه الارهاب، لان الارهاب هي ازمه الارهاب انه لهم متعدد الابعاد، يعني في مؤامره خارجيه، في فلوس بتدفع، في تمويل، في ازمه عقول، في ازمه عقول، وده دور خطير جدا جدا ومهم للصحافه المصريه، وان احنا لابد ان نقود المجتمع كله وحشده ضد هذه الافعال الغاشمه. وبالتالي انا شايف ان احنا دورنا دور مهم، ولازم يكون في مقدمه الدفاع على الحفاظ على الدوله المصريه، لان احنا بنحافظ على الدوله المصريه من كل من يحاول المساس بها، زي ما شفنا الحادث الارهابي الغاشم اللي هو ضد الانسانيه. نعم. النهارده يعني هذا الحادث مش ضد المسلمين ولا لا، ده ضد الانسانيه، هذا حادث ضد الانسانيه، لابد ان احنا كلنا نقف صف واحد في مواجهته. انا بس رجائي وندائي الى اخوه مواطني سيناء الشرفاء المحترمين. نعم. وهم اغلبيتهم الكاسحه، هم هكذا. انا النهارده ما لا اعتقد ان هناك قبيله من قبائل سيناء لم يسقط لها ضحيه اليوم، وبالتالي على قبائل سيناء ان تتحد لتقتص من هؤلاء الارهابيين، ليكونوا يدا واحده ضد هؤلاء القتله، وانهم يقتصوا منهم قصاص عادل، وانهم يلفظوهم، وانهم يلفظوا كل المتطرفين وكل التكفيريين وكل من تجار الدم اللي بيبقوا متواجدين، سواء متواجدين بشكل علني او متخفي فيما بينهم. الامر المؤكد انا شايف ان شاء الله لازم يكون بعد الحادث يختلف عما قبله بالنسبه لاهالي سيناء. تتحدث حتى لا حتى لا يفهم، عفوا استاذ عبد المحسن، حتى لا يفهم كلامك او كلامك خطا، تتحدث عن اصطفاف ابناء القبائل في سيناء مع القوات المسلحه طبعا والشرطه؟ طبعا. نعم. امال ايه؟ اصطفاف القبائل سيناء مع القوات المسلحه والشرطه المصريه في القصاص من هؤلاء القتله، لان شوف حضرتك اقول لك في حاجه، دور مهم جدا لنا كلنا كمصريين مش ابناء سيناء بس، احنا دورنا لا يقل، دورنا كمواطنين اقصد يعني، لا يقل اهميه ولا خطوره عن دور القوات المسلحه ولا الشرطه. لا يمكن الشرطه ولا القوات المسلحه ان تؤدي واجبها بنجاح الا بتكاتفنا احنا كمواطنين مع الشرطه والقوات المسلحه. من هنا ندائي لكل مواطني سيناء ولكل مواطني مصر ان احنا نتكاتف صف واحد مع الجيش ومع الشرطه في مواجهه اعداء الوطن، في استئصال هؤلاء الاعداء من بيننا وكشفهم ودحرهم، لان ده الحاجه الوحيده النهارده زي ما انا بقول لحضرتك، لان الضحايا النهارده من كل ابناء سيناء. نعم. ما فيش اكتر من 200 واحد ماتوا، تخيل ممكن يكون شكل ايه الضحايا، ودول بينتموا لايه، وهذه جريمه لا يمكن السكوت. نعم. عليها، وعلينا جميعا الانتفاض في مواجهه هذه الجرائم البشعه. شكرا جزيلا الاستاذ عبد المحسن سلامه، زميل ونقيب الصحفيين، كنت معي عبر الهاتف من